صوت المرأة ثورة. وأظن أنه أي واحد أي امرأة عربية عشان تضمن المجتمع بتاعها هيتحرك لديمقراطية وحرية وتقدم، عليها أن هي تبقى جزء من ده، لأن المجتمع عمره ما هيتحرك من غيرنا، لأن احنا النص التاني من المجتمع ده، احنا النص المحرك ليه، احنا الأم والأخت والصديقة والبنت، احنا تقريبا كل عناصر المجتمع.